وكنتمنى ان شاء الله تكون هذه بدايه ماشي نهايه، بالعكس ونجدوها كل مره ان شاء الله. تحيه لكم ولا بكلمه بجملتين على المشروع ديال هذا النشاط او المشروع الرياضي، وهو ما جاش باش ياخذ المكانه ديال الموجودين حاليا ولا اللي كياتوا الرياضه بمدينه العلاليش، بالعكس هذا اضافه بما انه فيدرالي هو كيبغي يجمع ما بين هذه الجمعيات وبين النوادي ويكون منسق بيناتهم ويخلق لهم واحد الفضاء رياضي، واحد المنافسه شريفه اللي سميناها باختيار الجميع بطوله بلادي. كنتمنى منكم انكم تصفقوا بعدا على الاسم هذا، وتمنوا لنا التوفيق ان شاء الله. شكرا.